أهلا بكم. في مشاكل السينما المصرية مع الطب كتيرة الحقيقة. من ضمن مشاكل السينما المصرية أنها رسخت في دماغ بعض الناس حاجات ملهاش واقع علمي قوي يعني، وإن كانت تتلامس أحيانا مع بعض الأمراض. تعالوا ندخل في مشهد، أوريكم مشهد الأول من مشاهد السينما المصرية، نشوفه الأول وبعدين تعالوا نعلق عليه مع بعض. أنا مش عاوز أطيب، عاوز أموت، عاوز أفضل مكتسح، عاوز أفضل مجنون. أنا بمشي فاميليا فاميليا. ألف مبروك يا بابا، الحمد لله اللي ربنا شفاك يا بابا. الحمد لله يا بنتي الحمد لله، فرحة بنجاحك ونجاح علي هي السبب في شفائي. أستاذ رمزي ألف مبروك يا أستاذ رمزي. يا حبيبي ألف مبروك يا أستاذ رمزي، ألف مبروك يا بنيليا، فرحتي بشفاك النهاردة أكبر ما فرحتي بنجاحنا يا أستاذ رمزي. دي معجزة وتمت على أيديك يا ابني يا علي، نجاحك العظيم أنت وبنيليا هو اللي أعاد الحياة لجسمي المشلول. فين أرواح علشان تشوفني بعد ما خفيت؟ طبعا بلا شك ثلاثة من أعظم من ظهر على الشاشة الفضية وأسامي رائعة جدا، سواء العظيم فريد الأطرش والجميلة صباح الله يرحمهم جميعا، وطبعا العبقري حسين رياض. لكن هل من يعني علم إن حد يبقى قاعد على كرسي متحرك عنده مشكلة وصلت إلى مرحلة الباراليسيس الشلل، ونتيجة فرحة يقوم أو نتيجة صدمة معينة يقوم؟ طبعا في مرض مرتبط بالصدمات اسمه مرض الدي اس أو ديسيميت سكليروزيس، لكن خلينا نبعد عن ده لأن ده مرض غامض، مرض له تصرفات خاصة. لكن نقول تاني أنه كثير من الناس بدأت تفكر بسبب تراث السينما اللي فيه أخطاء ساعات تبقى مش طبية ومش علمية، أنه ممكن جدا يكون السبب في الشلل عامل نفسي، وممكن جدا يكون السبب في الشلل ما يسمى، وفعلا في حاجه اسمها هيستيريكال باراليسيس، في عامل نفسي يعمل كده، لكن ده في اضيق الحدود. لكن في اسباب تانية عضويه جباره طبعا، ده غير بقى ناس تقول لك ده عمل ومحسود والكلام ده كله، ده حاجات هنحطها على جنب. لكن انا جاي النهارده عشان استمع لحوار مهم جدا ومثير جدا مليء بالمعلومات الطبيه الهامه جدا و الخاصة جدا بظهركم. خلي بالكم ظهركم في خطر شديد، لكن هتفهموا الكثير والكثير مع ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة والاسم الكبير في طبعا قسم المخ والأعصاب بكلية الطب قصر عيني، بلا شك هو الاسم الكبير مصريا وعربيا وعالميا، الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب وجراحات العمود الفقري والانزلاق الغضروفي بكلية الطب قصر عيني جامعة القاهرة، الاسم الكبير. أهلا بك يا أستاذنا. أهلا بحضرتك دكتور أيمن، وحشنا جدا وحضرتك على السلامة. عمره مبروك. عمره مبروك ان شاء الله. ان شاء الله حضرتك. عايز اسمع بقى يعني رايك. اكيد انت فاكر الفيلم ده. طبعا ده من العلامات المميزه في السينما المصريه الحقيقه يعني. طبعا في افلام كتير او حته هم كانوا بيتناولوا جزء من الطب بشكل جميل يعني الحقيقه. النوع ده من الشلل ده بنسميه نوع من الهستيريكال بارابليج، اللي هو شلل نصف الاسفل اللي هو الهستيري شويه. هو هستيري مش دلع يعني، هو مش بيبقى دلع، هو ساعات مع صدمه نفسيه الواحد بيفقد الكنترول، يحس كده ان هو مفيش فيه امل يقوم تاني، فبيفضل بقى مشلول ومستسلم للداخل يعني. بس هذه القصه كلها حاجه نفسيه، على عكس كتير جدا من المشاكل الحقيقيه بقى التي تؤدي الى الشلل. يعني عندنا مشاكل حقيقيه سواء موجوده في المخ او موجوده في الايه في الحبل الشوكي. يعني دايما كلمه شلل تساوي اصابه في مكانين، يا اما في المخ نفسه او في الحبل الشوكي اللي هو بينقسم الى المنطقه العنقيه او المنطقه الصدريه او المنطقه القطنيه. ايوه، اذا حاجه لمست او دخلت او اصابت حتى في الاماكن دي كلها ممكن تؤدي الى الشلل العضوي الحقيقي. واخد بال حضرتك؟ لكن الاورجانيك فعلا اللي هو مش بقى الاورجانيك، لان احنا عندنا في مشاكل كتيره جدا ممكن تؤدي الى هذا الكلام. اوكي، يعني احنا عندنا ممكن تيجي جلطه صغيره في المخ تعمل شلل. عندنا نزيف في المخ يعمل شلل، ورم في المخ يعمل شلل، مرض زي التهاب الاعصاب المتناثر اللي هو الدي اس او الام اس يعمل شلل، اللي هو اختصار لكلمه مالتيبل سكليروزس، مالتيبل سكليروزس او ديسيمينيت سكليروزس. ده ممكن يجي على الخليه الام للحركه للجهاز العصبي اللي هي موجوده في المخ او في الرقبه، وممكن يعمل شلل، ممكن يعمل شلل نصفي على جنب، ممكن يعمل شلل نصفي بالعرض يعني اللي هو ياخد مثلا طرفين السفليين، وساعات لا قدر الله يعمل شلل رباعي الايدين والرجلين، وساعات يعمل شلل رباعي مع توقف في التنفس لو هو وصل للفوق عند الحته بتاعت الجذع المخ من اعلى.
فالقصه بتاعتنا مرتبطه بالجهاز العصبي تماما. ها الجزء الهستيري بتاعه ده جزء نفسي مرتبط برضه بالجهاز العصبي، والجزء الحقيقي هو جزء علمي حقيقي اورجانيك، يعني في عندي سبب ومسبب هو اللي يعمل هذا الكلام. كتير جدا بيجونا الناس بقى للاسف الشديد على كرسي ابو عجل ده، واخد بال حضرتك، وبنلاقي الموضوع بدا معاهم وبدا تدريجيا الى ان وصل الى هذا الكلام. ده حقيقي ما هوش هيستيريكال. ها ولما نيجي ندور بقى على الاسباب لازم نبص على العصب، على الحبل الشوكي، على العمود الفقري، على المخ كمان. كتير جدا يعني انا لسه من فتره بسيطه جدا كان عندي بنوته صغيره عندها بتاع حوالي 22 سنه بدات تشتكي من تنميل في ايديها، وجع في وتقل في رجليها وكلام من شخصت برضه على انها عند احد الدكاتره، اصل البنوته كان متقدم لها عريس وسابها ومش عارف ايه ده هيستيريكال وسابوه. خمس اشهر وهي قاعده بتاخد حاجات نفسيه، جت للعياده بتزك على رجل واحده، بعد ما فحصتها طلعوا عملوا اشعه يطلع عندنا ورم قد كده في المخ جاي على مركز الحركه. يعني احنا كلمه الهستيريكال دي انا بقولها هي كلمه خاطئه جدا ان احنا نستخدمها لمريض بيشتكي من افه عضويه قدامي وانا شايفها. ده اخر تشخيص ليا، ده انا لازم امر الاول ابحث كويس جدا وادور على الاجزاء العضويه وادور على الاجزاء الفسيولوجيه وادور على الاجزاء التشريحيه، ثم بعد كده لما ما التقيش حاجه خلاص ببقى وصلت ان ده فعلا في شق نفسي، نبدا نتجه الى العلاج النفسي او العلاج اللي هو ايه المشاكل بقى وبتاعه محلل نفسي وكلام من ده مهم جدا. لكن احنا بنتكلم في الحالات بقى اللي هي اللي بيحصل بنوصل فيها لده، ده بدات بحاجات ابسط من كده بكتير جدا، لو شلل الرجلين يعني انا لما يجي لي واحد مثلا مريض كان عنده غضروف في ظهره واخد بال حضرتك، الغضروف ده بيمر بمراحل كتيره جدا، يبدا بمرحله الالم بنتحمله شويه بناخد مسكنات بندور على دهانات كريمات مش عارف ايه، او رحت للدكتور علاج طبيعي عمل لي كام جلسه وفكت، او رحت للمجبراتي اللي هو الجميل اللي كان بيدوس برجله او بخشبه او بعصايه او بيكويه بالنار واتحسنت شويه. الموضوع التحسن ده حقيقي بيحصل تحسن مؤقت، وده برضو جزء نفسي، يعني انا بحس ان انا عملت حاجه اتحسنت، لكن في حاجات بسيطه جدا من الغضروف بتتعالج علاجيا بنسبه من 80 ل 90% وبيخفوا بالعلاج بالفعل. يبقى اذا في علاج دوائي للانزلاق الغضروفي، في علاج دوائي للانزلاق الغضروفي بس يرتبط بالمرحله اللي احنا فيها، يعني المراحل البدائيه بتاعت الانزلاق الغضروفي او التهاب الفقرات او الزحزحه الفقريه حتى لما تتاخد في البدايه صح هتؤدي الى نتائج كويسه جدا ونسبه شفاء تصل الى 90%. طيب احنا للاسف الشديد ما بنبداش ندور نفسنا الا في مرحله متاخره. طب المرحله المتاخره دي عدينا قد ايه بقى من مرحله الانزلاق الغضروفي والانزلاق الفقاري، ووصلنا قد ايه من الام الظهر والام الطرفين السفليين؟ نوصل لمرحله الى ان نفقد المقدره على التحكم في العصب بتاعنا، تبدا الشبشب يبدا من البدايه كده يتخلع من رجلي وانا ماشي، ده انا كل شويه بتكعبل في السجاده، ده انا بتكعبل في العتبه بتاعه البيت، بكعبل في السلمه وانا طالع. خلي بالك الكلمه برغم بساطتها جدا، ده انا بقع كتير جدا الفتره اللي فاتت، ده انا بحس رجليا بتاخدني او بتخني وتنزل. الكلمه دي معناها ان العصب الحركي بتاعي بدا يضعف، والضعف هو بدايه الطريق لا قدر الله الى ان احنا نوصل لمرحله احنا ما نتحركش. يبقى كل واحد بيجينا على كرسي بعجل لما ناخد الهيستوري بتاعه والتاريخ المرضي بتاعه نعرف انه بدا من سنه ومن سنتين ومن ثلاثه كان في ضعف وفي تقل في رجليه. طيب نرجع ناخد الموضوع بقى من الخلف بقى، يبقى اللي عنده تقل في رجليه وبدات تضعف وتتقل والشبشب بيقعد، انا ممكن اوصل في الاخر لا بكرسي بعجل. للاسف الشديد بنوصل لمرحله الكرسي ونبقى ناقمين على حياتنا وعلى الدنيا وبنقول طب انا فين الحل؟ طب ما انا كان في مرحله من المراحل انا كان عندي حل. الحقيقه انا مش بلوم الناس دلوقتي، يعني مش هيجي هو بقى بمشكلته دي ما عادش قادر يتحكم في نفسه في البول ولا في الاخراج وقاعد على كرسي بعجل وهاجي اقول له في الاخر اه ده انت غلطان انك ما جيتش من بدري، هو جاي النهارده بقى ده قدر ونصيبه وصل المرحلة دي. بس انا رسالتي بقولها للي لسه ما وصلش لده، خلي بالك انت مش في مناعه انك توصل للمرحله دي، اوعك تستهون بالانزلاق الغضروفي ولا الانزلاق الفقري سواء في الرقبه او في الفقرات القطنيه. فعشان كده انا بقول تعال نحل الموضوع من بدري. لما بنتكلم في الغضروف، الغضروف ده هو الوسادة الجميلة اللي ربنا خلقها انها تفصل ما بين الفقرات وبعضها علشان ما يحصلش حركة قوية وفي نفس الوقت فقرة تتكسر مني لو انا نطيت او وقعت او اتزحلقت، ما انا ممكن اقع. كلنا بنتعرض لده، كلنا بنتعرض لمطب في العربية، كلنا بنتعرض ان احنا وطينا وشلنا حاجة بمزاجنا او من مزاجنا. الام اللي بتشيل الطفل بتاعها طول الوقت قاعدة يعني تتني شمال كده وتتلوي يمين كده عشان تجيبه وهو بيجري بالزحلق، يعني ده كله اجهاد على العمود الفقري. لو انا بقى مش مراعي صحه العمود الفقري بتاعي اصل الى هذه المراحل بقى اللي احنا دخلنا فيها، ها الى ان انا بقى عندي الام لا تختفي، بيجي لنا المريض يقول لك انا بحس ان انا عندي سيخ نار ماسك من فخدي ونازل على رجليا،
وساعات ما يبقاش فيه اي الم في الظهر. ده الغريب جدا، يعني في ناس بيخدعهم ان الظهر بتاعهم ما بيشتكيش، وفي ناس من البدايه في شكوى في الظهر. بس انا عندي 40% من الناس، ودي نسبه كبيره، ما عندهمش شكوى في الظهر، تبدا تنزل على الرجل ويبدا يدخل في الاحساس بقى بدا بنسميه عرق النساء او التهاب العصب الوركي، الام في ظهري او الام في فخدي او الام بتنزل في الساق وبتنزل، او حرقان وخدلان في رجليا، بحس ان الجنب الخارجي من الرجل كده مش حاسس بيه ومنمل. في ناس تيجي تقول لك ده انا بشكشكه بابره ما بحسش بيه. في ناس تيجي تشتكي تقول لك ده انا بحس التنميل واخد صبعي الكبير واللي جنبه، او صبعي الصغير واللي جنبه، او مشط القدم ما عادش حاسه بيه، يتعور ما يحسش، او يتعور ويجي له قرحه بقى في رجله كمان، وخاصه لو هو مريض سكر ولا حاجه، يجي له قرحه في رجله، او يقول لك انا لما بلبس الشبشب بحس ان هو عامل زي السفنجه تحت رجليا، انا مش حاسس بالارض ولا بالمكان، ماشي على مرتبه، ماشي على مرتبه سفنجيه، انا مش حاسس بحاجه. او اللي يقول لك انا بحس ان انا ماشي على دبابيس ومسامير في الارض. واخد بالك؟ احساس غريب جدا. في واحد بقى لما تبقى عنده ناحيه سليمه وناحيه تعبانه، او الحمد لله او بيحمل على الناحيه السليمه شويه، الكارثه بقى ان الشمال اللي كانت بادئه معاه تقلب كمان على اليمين. دخلنا في مرحله ان انا ما عادش قادر امشي، مش قادر امشي 100 متر، ده انا كنت بمشي مثلا 2 3 كيلو في اليوم، دلوقتي لو مشيت 50 متر لازم اقعد في الارض. ها؟ ده انا كنت بقعد 4 5 6 ساعات عقبال ما افكر ادخل التويلت والحمام، ده انا بقيت كل ساعه عايز اعمل حمام، لان الاحساس بالبول بيبقى مهيج جدا للمثانه، ولو ما لحقتوش هينقط ويبدا يسرسب مني. هذا الكلام لازم ارجعه للاصل بتاعه. انا عندي مشكله في العصب، عندي مشكله في الفقره، عندي مشكله في الغضروف. علميا انا بنتكلم ان 80 الى 90% هيتحل بالعلاج، بس تعال لي في المرحله اللي العلاج ينفع، ما تجيش في المرحله اللي العلاج ما عادش ينفع. كتير جدا من الناس للاسف بنشوفهم في هذه المرحله اللي هي ما بعد المرحله العلاجيه، وده الكلام اللي انا عايز اوصله. ما بعد المرحلة العلاجية عندنا برضو العلاج الجراحي، والعلاج الجراحي وعلاج. طيب الناس عندها يعني للأسف خلفية سيئة عن كلمة الجراحة، يعني هي دايما هي جراحة سيئة السمعة، يعني دايما جراحات العمود الفقري هي جراحات، هي يعني جراحات عموما بتخوف الناس. هي الناس بتخوف من الجراحات، كلمة جراحة بس راح اعمل عملية، بس اللي تهيأله ان هو راح يعمل عملية تجميل ويعمل هنا ويشد هنا، كل عملية بيبقى لا يعني ان المريض طالما رايح يعمل عمليه ايا كانت العمليه، بس خلي بالك لما تبقى العمليه بقى في العصب، دي بقى اضرب ده 10. ده المريض بتاعنا الجميل يقول لك بس انا عارف الحته دي صعبه قوي ما حدش بيلعب فيها. احنا ما بنلعبش فيها. عشان كده التخصص بتاعنا تخصص دقيق ونادر ومهم 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 في الدنيا كلها، مش هنا بس، ده في الدنيا كلها تخصص مهم جدا. انت بتتعامل مع المراكز الحيويه اللي هي بتشكل حياتك كلها، اللي من غيرها الحياه تتحول الى جحيم. يعني تخيل واحد قاعد على كرسي بعجل، او وصل لمرحله العجز مش قادر يدخل حمامه، او وصل لمرحله ان ما عادش عارف يباشر شغله، او راجل فاتح مكان لرزق اولاده ما عادش عارف يعيش بسبب التقل اللي عنده والضعف اللي موجود في رجليه، ما عادش عارف يؤدي شغله. وللاسف احنا معظمنا اعماله مهنيه. فالرساله بقولها ايه؟ طيب العلاج الدوائي خلصنا منه، معلش فاتنا، بس لو فاتنا القطر ما انا ادور على العربيه توصلني، ما عنديش مشكله. بالظبط. اعمل ايه بقى؟ ابدا اشوف الحلول. عندنا حلول في الحلول العلاجيه الجراحيه، تبدا ان انا ممكن لو عندي غضروف ممكن اشيله من الجلد بابره، ممكن اعمل له ليزر واشيله. طب دي برضو مرحله. طب لو عديتها ادخل على مرحله اخرى اللي هي ممكن تدخلات جراحيه محدوده. ده منظر غضروف في الظهر. هو الغضروف الطبيعي بتاعي ربنا خلقه مش كده، يعني شوف الغضروف الاسود اللي خارج بره عامل زي اللي عارف عنقود العنب لما بيبقى باظ لبره كده. ده قافل القناه العصبيه، القناه العصبيه اللي هي لونها ابيض وردي. قدام الغضروف ده فاضل من القناه العصبيه قد ايه؟ لا يتعدى 20%. شوف بقى درجاته بقى. الغضروف ده يوصلني الى ايه؟ ده غضروف تاني هو زيه انفجر، بس بدا يعمل تاكل في العظم، دي مرحله اصعب. شوف الغضروف اللي كان لوحده اللي في النص ده تاكل والعظم بقى على بعضه، بدا يبوظ غضروف فوقيه وغضروف تحتيه. او ماي جاد. يبقى الموضوع بيتطور معانا من غضروف لاثنين لثلاثه لتاكل في العظام اهون. شوف بقى ده بقى وصلنا لفين؟ الغضروف بص على الفقره الغلبانه اللي تحت اتقسمت نصين. الفقره ما عادتش مستحمله الغضروف اللي فوق والغضروف اللي تحت تاكله. حمل العمود الفقري بقى على قد الفقره بس. شوف بعد كده ادي غضروف اثنين ثلاثه ودخلنا في الرابع. شوف دول انفجروا خالص. قد ايه بقى الانسان بيتحمل الالم ده؟ يعني ده كان من البدايه من اول غضروف كان ممكن يلحق نفسه. طب ازاي صبر على ده؟ والعظم خلي بال حضرتك الفقرتين اللي تحت قبل الاخر دول بدا العظم ينقر كده، عارف زي ما الفار اللي بياكل حته جبنه روم او رغيف عيش. بتيمال. بالظبط. بتيمال اللي تاكل. تاكل بقى. يبدا يتاكل العظم كده وتحفر الفقره، لما تاكل تضعف. لما تضعف الفقره دخلنا بقى في المرحله الجديده هي. ما عادش غضروف بقى. احنا بنتكلم ان العمود الفقري اتحرك
من بعضه وساب من بعضه فقاري. ده اسمه انزلاق فقاري. يعني العظم تآكل وكسر، فقرة اتحركت من مكانها. دي مرحلة أصعب من الغضروف والانزلاق الغضروفي. بص بقى هنا الدايريت بقى فضلت على قد الغضروف، بس ده بقى غضروف وقفل القناة والانزلاق الفقري. لا 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 خالص، ده انزلاق، ده مريض انزلاق وأهملناه، وده احنا لسه بنشتغل وبنوطي وبنشيل وبنخدم في بيتنا، وصلنا إلى هذه المرحلة. شوف هنا الفقرة عاملة ازاي، اتزحلقت وانزلقت والقناة العصبية اتقسمت، كأنك قسمت العمود الفقري إلى نصفين. طيب الأشعات غريبة جدا وبنشوف، بينما في حلول. يعني انا لما يبقى عندي فقره واثنين وثلاثه، انا وريت حضرتك اللي فوق اربع فقرات، ده جهاز الدعامات اللي احنا هنشوفه بعد شويه، الاشعه العاديه بتاعته بعد العمليه، اربع فقرات رجعناهم لاصلهم، في بنعمل لفقرتين والثلاثه والاربعه، نشوف الاشعات الثانيه هتلاقي الموضوع متعدد. ادي الفقرتين بس، يعني ده اتلحق في اوله، يعني دي اولى مراحل الانزلاق الفقاري، ده المرحله اللي بعدها بقى ثلاث فقرات، واللي شفناها قبل كده دي المرحله الرابعه اللي هي الانزلاق الاربع فقرات. يعني نقدر نحل الموضوع وحلول عمليه. عندنا حلول، من ضمن الحلول بتاعتنا في المريض اللي هو عنده انزلاق فقري، واخد بال حضرتك، كان ده قلنا قبل كده على ده بنسميه دايناميك سكروم وسمار حركي، بس في ميزه جميله جدا. طب المريض اللي عنده الهشاشه واللي كان عظمه ضعيف، اتعمل له هذا المسمار بشكل معين بحيث انه يقوي جسم الفقره، ولما بيدخل جوه الفقره تلاقي المسمار اتنفخ تكنولوجيا عاليه جدا من جوه، هتلاقيه تمدد من الداخل. ازاي ده بالتالي؟ ازاي بتم باختصار؟ هو لان انا ما شفتش حاجه زي دي قبل كده. هو تكنولوجيا عاليه جدا، والتكنولوجيا دي اساسها الالمان الحقيقه هم اللي عاملاها. يعني المسمار ده بيبقى جواه مسمار تاني صغير، المسمار ده اول ما تبدا يركب واوصله للاخر مكانه، ابدا اشتغل على المسمار الداخلي اللي هو الصغير، اشده يلم المسمار معايا، يبدا يفتح، يبقى عامل زي الامبريلا زي الشمسيه. انت عارف حركه الشمسيه في البدايه بتبقى عباره عن عصايه كده، بعد شويه لما ترفع البتاع بتاعتها تلاقيها نفش من جوه. ايوه دي الفكره بتاعته. يعني هم خدوا الفكره دي من العصايه بتاع الشمسيه. الحقيقه وده لما بيدخل جوه خلاص. أيوة بقى فهمت انا فهمت. تطلع بقى لون الحروف بتاعته دين، وتعشق في العظم نفسه، استحاله يتخلع لان كان مريض الهشاشه، ما كنتش اقدر اعمل له عمليه زي اللي هنشوفها دي. طيب ده مريض اهو عنده زحزحه فقريه من الدرجه الاولى. كانت خطتنا ايه؟ الناس دايما كانت بتخاف من كلمه مسامير وشرايح، والحقيقه مسامير وشرايح النهارده ما عندناش بنستخدمها. الستانلس ستيل ده بقى يعني اوبسوليت، ما عندناش بنستخدمه ممنوع. برغم ان في ناس لسه بيستخدمه. اوبسوليت يعني ممنوع. هو الحقيقه ما عندناش، يعني مش مفروض نستخدمه لان ما عادش ايامه. انا النهارده بنستخدم مركبات زي التيتانيوم، حاجات اجهزه حركيه اقدر ادخل واعمل تثبيت، وفي نفس الوقت شوف انا بعمل ايه، ارجع الفقره لاصلها. انا ما بسيبش الوضع على ما هو عليه. انا ممكن اعمل ريدكشن واقعد اوصل الفقره الى اقرب مكان الى الطبيعي بتاعها. اهو الفقره اهي، ونبدا نلم كده فيها بالمسمار القوي جدا اللي هو بيرجع الفقره، وفي الاخر بعمل الدعامات دي، اسمها دعامات، بركب الدعامات واشيل كل الاجهزه دي في الاخر، والجرح بتاعي بيبقى من سنتي لحد 5 سنتي على حسب المشكله الداخليه اللي معايا، وشيلنا الكلام ده كله وطلعنا بيه في الاخر. المريض بتاعي طلع بجرح صغير جدا ومشكلته اتحلت، يقدر يمشي ويتحرك ويقعد ويمارس شغله. يعني في ناس تقلق انها هتفضل نايمه 6 شهور خالص، ده هو بينام يومين ثلاث ايام، بعد اسبوع بالظبط انزله يتحرك ويباشر حياته بشكل طبيعي جدا. والعلاج الطبيعي بياخد وقت طبعا. العلاج الطبيعي بقى ممكن احتاجه او محتاجوش، يعني دي كمان من الحاجات اللي هي ايه مش اساسيه. يعني انا ممكن احتاج علاج طبيعي للمريض اللي هو اتاخر قبل العمليه. احنا كنا لما بنعمل فقرتين، واخد بال حضرتك، كان الموضوع سهل. طب اللي بيجي لنا باربع وخمس فقرات، اخترعوا له بقى هذا السيستم العبقري، اقدر ادخل فقره وفقرتين وثلاث فقرات وخمس فقرات، ودي اجهزه كلها متحركه، يدخل معايا، وده بنسميه رد يعني زي القضيب كده. ما عندناش بنستخدم الشريحه اللي هي المخرمه دي. لان ده بيديني مجال للحركه، بيديني مجال للقوه، بيديني قوه جامده جدا للعمود الفقري. تركب عليه نفس الفكره بتاعت الصاموله، تركب الصاموله، بس دي برده صاموله مش اي صاموله، الصاموله ديناميكيه، انا دخلت وركبت، تسمح بعد كده ان هذا المريض لما بينحني او يوطي او بتاع اقدر اتعامل معاه. ده بنسميه مقاوم للربط ما بين الجنبين. في ناس تعمل العمليه دي وتلاقيها اتعوجت بعدها، يبقى ماشي بجنب كده، ودي كان في الانظمه القديمه. دلوقتي بقى الكروس بارز ده يدخل يظبط لي، يخليني اتعرف، بنعمله زي ما يكون معمول بميزان ميه. والله زي ما يكون الحاجات بتاعت العربيات بتاعت الالمان دول، ما هم بيعملوا منها حاجات صغيره طبعًا للجسم. هم الاساس بتاعهم البني ادم الحقيقه. يعني هو اساس علمهم كله موجه لخدمه الانسان، سواء هو راكب عربيه لازم تبقى مريحه، سواء هو بيركب له حاجه في جسمه لازم تبقى مريحه. يعني هم اساس اختراع المفاصل الصناعيه في العالم هم الالمان. انا بفكر دايما في الجراحه الملاحيه، يعني الجراحه الملاحيه كلمه يعني واضح ان هي طرحت نفسها بقوه الفتره الاخيره.
هي الجراحه الملاحيه هي كلمه جميله جدا، بس انا ده انا متعمد ان احنا نتكلم في الجراحه الملاحيه عشان كلمه واحده بس. ان مش كل العمليات تنفع لها جراحه ملاحيه. انا فهمت كده منك. بس يعني انا عايز اوصل هذه المعلومه، الجراحه الملاحيه هي نوع من الجراحات الدقيقه جدا، ولكن هي محدوده في استخدامها لسبب زي الليزر. الليزر ما اقدرش استخدمه لكل مريض. لو عندي غضروف منفجر ما ينفعلوش ليزر، لان لو استخدمته ممكن احرق العصب من جوه والمريض يخرج اسوء بكتير جدا مما دخل. الجراحه الملاحيه تنفع لو انا عندي فقرتين بس. يعني في ناس بساعات كتيره يسمعوا يقول لك ده انت عندك 3 و4 فقرات اعملهم لك جراحه ملاحيه. الحقيقه ما بتنفعش، يعني ده كلام مش مظبوط. يعني علميا الجراحه الملاحيه اخترعوها وعملوها واستخدامها علشان فقرتين. افهم بس يعني ايه جراحه ملاحيه؟ الجراحه الملاحيه هي الفكره بتاعتي انا بعتمد على اجهزه، الاجهزه دي هي اللي هتوجهني. انا بحط انا بصور المريض الاول على جهاز رنين المغناطيسي، واخد السيديهيه بتاعته دي احطها على الكمبيوتر في برنامج كده يتحط يقدر يحدد لي العمود الفقري بالابعاد الثلاثيه من خلال بره عن طريق جهاز انا بمجسات معينه بتقف في ايديها عامله زي القلم الجاف كده. يعني عارف انا بقوم جاي ماسك القلم كده وابدا اوجهه، هيقول لي الدايركت ده الدايركشن ده مظبوط ولا لا. من خلاله لو جيت شمال يقول لي لا اوت انت بره، يمين اوت، في النص يقول لي ان ادخل. ابدا ادخل بيه. انا كل قصتي ان انا بفتح من بره من الجلد فتحه نص سنتي على كل مسمار. لو انا هركب 4 مسامير 4 فتحات على الجنبين وادخل بهذه الاجهزه. كل الاجهزه دي انا بدخل بيها علشان اوصل لمرحله ان انا ادخل على جسم الفقره بدون ما يحصل اصابه للعصب، لان انا مش شايف بعناية حاجه، انا معتمد على اجهزه ومعتمد على سيستم. لو في خطا بقى بايديا ممكن يؤدي الى مشاكل. ركبنا دي عن طريق الجراحه الملاحيه وشلنا كل الاجهزه، وفي الاخر مكان كل فتحه هي عباره عن غرزه واحده. وممكن ما ناخدش غرزه، بنعملها تجميل من تحت كده خلاص المريض طلع بلزقه بلسترة صغيره جدا. بس برضو بقول لها حالتها، مش كل حاله ينفع فيها جراحه ملاحيه، عشان بس ما حدش يتخدع بالكلمه. هي كلمه جميله وكلمه الليزر كلمه اجمل، ان انا بعمل لك العمليه بدون جراحه من اصله، ولكن تنفع لحالات معينه، مش كل حاجه تنفع لكل المرضى. في الاخر بقول ايه، اللي هيتعمل له جراحه ملاحيه تنفع معاها هتشتغل، اللي بالليزر هتنفع، اللي بالميكروسكوب الجراحه هتنفع. علميا النهارده في العالم كله اعلى نسبه جراحات اللي هي بتشكل 80% من الجراحات الحديثه هي الجراحه الميكروسكوبيه. يعني جراحه المناظير واستخدام المناظير قلت جدا، بقت استخداماتها 30 الى 40%، بينما الجراحه الميكروسكوبيه وصل الى 80%. يعني احصائيا في العالم كله بتطلع نشرات كده علميه يقول لك انت بتستخدم دي بنسبه قد ايه على المستوى العالم. فالنهارده الجراحه الميكروسكوبيه بتبين العصب، بشيل الغضروف، بعمل دعامات وتثبيت الفقرات، مريض بيرجع بالسلامه بحاله جيده جدا. الاسم الكبير والقيمه العلميه المتميزه الاستاذ دكتور محمد صديق هيودي، استاذ جراحات المخ والاعصاب وجراحات العمود الفقري والانزلاق الغضروفي بكليه الطب قصر عيني جامعه القاهره، الاسم الكبير، كان ضيفي في هذا اللقاء الممتع للغايه. خلي بالكم من ظهركم. We will be back again.